دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزارة الداخلية للبدء بحملة نزع السلاح من مدينة الصدر في بغداد بعد عيد الفطر، وإعلان أن المدينة منزوعة السلاح، محذرا من استهداف الصدريين فقط في هذا المشروع. وقال الصدر في بيان إن على الجميع إطاعة الأوامر وعدم عرقلة المشروع وتسليم السلاح دون أي نقاش، موضحا أنه لا يريد الاستجابة فقط من التيار الصدري بل من جميع الشعب بكل انتماءاتهم وفصائلهم، لافتا إلى ألا يكون مشروع نزع السلاح استهدافا للصدريين، وداعيا إلى بيع السلاح الذي تتم مصادرته وتخصيص أمواله لإعمار المناطق الفقيرة. وأضاف الصدر في بيانه أن الجهات الأمنية الرسمية ما زالت فتية وتحتاج إلى غربلة وإعادة تأهيل وتصفية فورية وسريعة.